قالت مصادر أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر لبنان من إنشاء ميليشيات حزب الله مصنعا جديدا لتصنيع صواريخ عالية الدقة على الأراضي اللبنانية. وأوضحت المصادر أن بومبيو أبلغ تحذيره للحكومة اللبنانية خلال زيارته لبنان الشهر الماضي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر لبنان من مصنع صواريخ خفي لميليشيات حزب الله. مصادر أمريكية مطلعة على الزيارة التي أجرها بومبيو للبنان منذ أقل من أسبوعين قالت أن وزير الخارجية الأمريكي حذر الحكومة اللبنانية من أن ميليشيات حزب الله وإيران أنشأت مصنعا جديدا لتصنيع صواريخ دقيقة على الأرض اللبنانية. تحذير بومبيو استند وفق المصادر ذاتها إلى معلومات استخبارية حصل عليها من إسرائيل التي زارها قبل توجهه إلى لبنان، إذ كشف مسؤولون أمريكيون عن تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخبارية لبومبيو تشير إلى منشأة سرية جديدة في لبنان. المصادر الأمريكية قالت إن بومبيو حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من أن وجود المنشأة السرية الجديدة يمكن أن يؤدي لتداعيات على الأمن اللبناني، إذ أبلغ بومبيو الجانب اللبناني أن عمليات ميليشيات حزب الله الخفية تزيد خطر تصعيد جدي مع إسرائيل. تقارير إسرائيلية ذكرت أن مصنع الصواريخ الجديد أنشأته ميليشيات حزب الله في بيروت بمساعدة من إيران، وقد يشمل قدرات على تصنيع صواريخ عالية الدقة. التحذيرات تعيد إلى الواجهة ما ذكره نتنياهو في سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف حينها عن صور من أقمار صناعية قال إنها لمواقع سرية لميليشيات حزب الله لتصنيع صواريخ عالية الدقة في بيروت، وهو ما نفته الخارجية اللبنانية. معنا من واشنطن الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية ماثيو برودسكي. أهلا سيد برودسكي ومساء الخير. يعني كيف يمكن أن تتعامل الحكومة اللبنانية مع التحذيرات الأمريكية المستمرة وحزب الله هو من له اليد العليا في لبنان؟ هنا تكمن المشكلة. حزب الله لوقت طويل كان يحاول أن يحصل على أسلحة من إيران طبعا التي هي شريكته، وطبعا في سوريا، والذي طبعا لم يكن ناجحا دائما. نحن نعرف من نتنياهو الذي تحدث من قبل بأنه فيما يخص نقل الصواريخ الدقيقة إيران فقط هي التي حاولت أن تدخلها من سوريا إلى لبنان، وهذا ما قاد حزب الله وإيران لأن يركز على بناء منشأة داخل لبنان لتصنيع الصواريخ، وأحدها على بعد 500 متر من مطار رفيق الحريري، وأحدها في ملعب لكرة القدم. المشكلة هي أن الولايات المتحدة الآن تعطي الأموال للجيش اللبناني كما لو أنها لإعادة التوازن بينه وبين حزب الله، ولكن المشكلة هي أنه ما لم يتم تفكيك هذه المصانع والمنشآت فيظهر بأن إسرائيل ستتخذ تحركا في وقت ما. إذا من وجهة النظر الأمريكية، إذا الجيش اللبناني الذي طبعا ينبغي أن يكون مواجها لحزب الله وعليه أن يقوم بذلك، عليهم أن يغلقوا هذه المنشآت، وإلا فإننا فلنتخيل مثلا من وجهة النظر الأمريكية فإن لبنان الآن يقودها حزب الله، وهذا يعني أنها يقاد من إيران. يعني هل تتوقع اصلا يعني الحكومه اللبنانيه لم تستطع دفع حزب الله من النأي بالنفس الذي يعني رددته الحكومه اللبنانيه، وايضا يعني تدخل في شؤون الدول المجاوره كسوريا، كيف يمكنها ان تتصرف بالضغط على حزب الله للتخلي عن تصنيع السلاح اذا كانت لا تستطيع الضغط عليه لعدم التدخل في شؤون الدول المجاوره؟ هذا ما أقوله. لو أن هدف الولايات المتحدة هو إعطاء كما قلت الأموال للجيش اللبناني حتى يكون بندا ويكون أيضا شريكا للولايات المتحدة والغرب ضد قوة حزب الله، فالوقت قد حان والولايات المتحدة عليها أن تسأل الجيش وتطلب منه أن يفعل ما تفعله لأنها تدفع له الأموال، وإلا فإن الولايات المتحدة ينبغي أن تتوقف عن منح الأموال لقوة
نزعم بأن لديها القدرة لفعل شيء بشأن هذا الأمر، وإلا فإننا قد رأينا دائما أن حزب الله مثلا يسيطر أكثر فأكثر على قطاعات عدة في لبنان. هذه حقيقة مؤسفة، وأنا متأكد لو سألت الشعب فإنهم سيفضلون بأن يكون هناك حكم آخر غير الحكم الإيراني، ولكن للأسف هذا هو الوضع. إذن هذا سينتهي الأمر كله في يد إسرائيل، وحتى الساعة فإن إسرائيل هناك قوانين بين إسرائيل وحزب الله بأن يكون لبنان بعيدا عن ساحة المعركة بينهما، وكله الآن في سوريا منذ 2011. هذا كما قلت لحد هذه الساعة، ولكن هذا قد يتغير إذا طبعا إسرائيل شنت حربا في الشمال. كما قلت الآن حزب الله أيضا يحفر أنفاقا، وهناك استراتيجية لا تقبل أي دولة بها أن تحدث في دولة مجاورة لها وعدوة. يعني تحدثت عن استخدام الجيش اللبناني ضد حزب الله، هل تعتقد أن هذا المطلب واقعي سيد برودسكي؟ باختصار إذا سمحت. للأسف لا، أنا لا أعتقد بأن هذا واقعي، ولكن لا أعتقد بأنه من الواقعي بأن الولايات المتحدة تدفع الأموال للجيش اللبناني حتى يكون فقط هناك كما قلت ند خيالي لحزب الله. وحقيقة أن الجيش لم يفعل ذلك، فما هو المغزى من الولايات المتحدة وهي لإنفاقها الأموال على هذا الخيال؟ هذا كما قلت يكمن في لب المشكلة في السياسة الأمريكية، ولذلك ينبغي أن ننظر في كيفية خنق إيران وخنق حزب الله. وأعتقد كما قلت أن المشكلة هي أنه وصل إلى الدرجة السادسة من العاشرة، يمكن أن نفرض عقوبات أكثر وطبعا نخنق حزب الله أكثر وإيران أيضا أكثر مما نفرض عقوباتنا الآن. من المسؤول عن صناعة هذا الند الخيالي؟ وصفت الجيش اللبناني بأنه كذلك، يعني لحزب الله في الداخل اللبناني سيد ماثيو، وما المطلوب لضبط هذه المعادلة؟ أعتقد أن الخيال هنا هو خلق هذا الجيش اللبناني والاعتماد على الغرب، والغرب اعتمد عليه ليكون كما قلت ندا ضد حزب الله. والفكرة كانت بأنه بما أن حزب الله الآن قد سيطر على العديد من الأراضي في لبنان، فإنه كان ينبغي البحث عن شريك يمكن أن يعمل الغرب معه، ولكن ينبغي أن يكون كما قلت ضد ذلك الحزب الذي هو لاؤه لإيران ويشن الحروب في سوريا. أعتقد بأنه لقد حان الوقت بأن نقول إن سياستنا أخفقت. للأسف ليس هناك الكثير من الفرص في لبنان، وهذا كان مشكلة بالنسبة للسياسة اللبنانية على مدى عقود. لقد كان هناك دائما حالة دائما جامدة، والأمور تصب في مصلحة إيران ولبنان، وهذه هي الأمور في لبنان. الأمر لا يبدو بأن سعد الحريري يمكنه أن يفعل أي شيء من دون موافقة حزب الله، لذلك لا أعلم لماذا الغرب لا يزال يدعي بأن سعد الحريري مثلا يمكن أن يفعل أي شيء. باختصار شديد سيد برودسكي، يعني ما السيناريوهات إذن الأمثل للتعامل مع المشهد اللبناني وقوة حزب الله في الداخل؟ حزب الله هناك ما يسمى ديمقراطية في لبنان، وطبعا الأصوات هي التي لديها الكلمة هناك، ولكن للأسف حزب الله دائما لديه تلك القوة. أعتقد أن قد سألت سؤال المليون دولار، ليس هناك حل بسيط للبنان، ولذلك فالجميع يعتمد على الخيال ويستعملون كلمات مثل الاستقرار، نريد أن نحافظ على الاستقرار في لبنان. هذا يعني بأن الاستقرار تحت النظام الإيراني، وهذا لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل. ماثيو برودسكي الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.